طبعتها الثانية، قامت بلدية حسيلف حل بولاية غردايا بزيارة ميدانية إلى فئة بدو الرحل، شملت تقديم مساعدات ومعالجة أبار مياه للشرب وحتى المتابعة الصحية لهذه الفئة، وهذا بمشاركة مختلف المصالح ذات الصلة. بلدية حسيلف حل كل عام تنظم هذه القافلة المتنقلة للمواطنين البدو الرحل عبر جوات ورب بلدية حسيلف حل. هذه القافلة تجوب جميع المواطنين، مرفوقة بالطبيب، مرفوقة بالبيطري، مرفوقة بالمساعدات الاجتماعية. وتعتبر العملية الثانية اللي تقوم بها بلدية حسيلف حل بالتنسيق مع مديرة النشاط الاجتماعي، دائما في إطار الوقوف الاحتياجات الفردية والجماعية لهذه الفئة. الفريق يعني لهنا ما شاء الله متكامل، خاصة الرماد الحبيبي وضيق التنفس الناتج عن الغبار والأمراض الجلدية سببها نقص المياه. لكن من جهة أخرى، انشغالات هذه الفئة قد تتعدى إمكانية المتاحة للقافلة. البلدية نشكرها في كل عمرها تدير هذه المبادرة على البدو الرحل هذا. البلدية تجيب طبيب تاع الصحة تبع لابيار تاع تطهير المساعدات هذه لصحاب البدو الرحل هذا. الله يعطيهم الصحة ومرحبا بهم وما ينسوناش وتبارك الله فيهم. انا ودي ماني ندي دعم الاول وما نطمح، انا ماني ندي دعم ما نقدر نكذب. تدعيم قطاع الصحه الجواريه بسياره رباعيه الدفع كفيل بمتابعه صحيه دقيقه لفئه بدو الرحل. ماذا بينا يجينا الطبيب مره في الشهر، ولكن ما الله قال من الطبيب كي يجي ما يلقاهمش، يوم يتبدل من هي يقدر الواد واحد اخر من هي ما يلقاش طبيب. هي إذن مبادرة أراد بها القائمون التخفيف عن معاناة فئة البدو الرحل في انتظار تدعيمها بإمكانيات أكبر في إطار التكافؤ التنموي في باقي أرجاء الوطن.